بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله، في لقاء جديد في برنامجكم مدرسة على الهواء. كنا قد التقينا في اللقاء السابق مع ماهية التنمية الاقتصادية، وأذكر الناس بنقاط رئيسية قلناها في اللقاء السابق. عملنا مقارنة ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وأذكركم بأن النمو الاقتصادي كان بيقصد به زيادة في إجمالي الناتج المحلي، واللي بيؤدي بطبيعته إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. وكانت التنمية الاقتصادية أعم وأشمل من النمو الاقتصادي، ودي عملية متعددة الأبعاد، وبيقصد بها إحداث تغييرات جذرية في جميع هياكل المجتمع، سواء الاقتصادية الاجتماعية السياسية، كل هياكل المجتمع، ودي بالتالي بتؤدي إلى زيادة الدخل القومي، وبتؤدي إلى العدالة في التوزيع وتحسين مستوى المعيشة. وعملنا مقارنة شاملة ما بين النمو والتنمية الاقتصادية، ثم كنا قد انتقلنا مع استراتيجية التنمية الاقتصادية، الخطط والوسائل اللي الدولة بتحطها بحيث يحصل تنمية اقتصادية، ثم تحدثنا عن خصائص التنمية الاقتصادية، وقلنا انها عملية موجهة وعملية مجتمعية، وبتحقق نمو متواصل ومتوازن، وبتحقق عدالة في التوزيع. ثم كنا قد استعرضنا معوقات التنمية الاقتصادية والاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية. النهاردة على بركة الله سبحانه وتعالى بنبتدي درسنا الثاني في الوحدة الثالثة، اللي هي التنمية الاقتصادية مع التنمية الزراعية والحيوانية. كنا برضو نوهنا في الحلقة السابقة وفي اللقاء السابق عن الأزمة المالية التي شهدها العالم في نهاية القرن العشرين وفي مطلع القرن الواحد والعشرين. والأزمة المالية دي كنت قلت لكم انها كانت ابتدت البداية بتاعتها كانت من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وجت الأزمة المالية نتيجة توسع البنوك في إصدار القروض، وبالتالي الناس توسعت جدا في الاستثمار العقاري، ونتيجة التوسع في الاستثمار العقاري ارتفعت أسعار مواد البناء في الاستثمار العقاري، وبالتالي ارتفعت أجور العمال، مما أدى إلى عجز المقترضين عن دفع أجور العمال، وبالتالي وضعوا في أزمة مالية، وبالتالي أيضا ما قدروش إن هم يدفعوا القروض اللي هم أخدوها من البنوك. وكان نتيجة ده ان حوالي 19 بنك من اكبر البنوك الامريكية اعلنوا افلاسهم، وهذه الازمة القت بظلالها على الاقتصاد الامريكي، وانتقل بالتالي الى الاقتصاد الاوروبي، وانتقلت الى جميع الاقتصاديات التي يعاني منها العالم، والتي كانت ترتبط بالاقتصاد الامريكي. وبالتالي عندنا في الوطن العربي كتير من الدول بترتبط باقتصاد الولايات المتحدة الامريكية، وعانى الوطن العربي من الازمة المالية كما عانى العالم من ازمة عالمية في الاقتصاد العالمي. طيب يا جماعة، نتيجة ارتفاع الازمة المالية التي شهدها العالم في نهاية القرن العشرين وفي بداية مطلع القرن العشرين، طيب يا ترى الأزمة المالية دي الانعكاسات التي عانى العالم من هذه الأزمة ايه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. بيقول لي الأزمة المالية اللي شهدها العالم كان نتيجتها اولا عدم كفاية السلع الغذائية في كثير من الدول، نتيجة طبعا ان مفيش فلوس كفاية، يبقى بالتالي كتير من دول العالم السلع الغذائية مش متوفرة، ثم نتيجة طبيعية لكده ارتفاع اسعار السلع والخدمات، يبقى نتيجة ان السلع عددها قليل اسعار السلع بالتالي ارتفعت جدا، ثم
حصل زيادة في أعداد الأفراد الذين يعانون من الجوع. يبقى نتيجة طبيعية للأزمة المالية ثلاث حاجات: عدم كفاية السلع الغذائية في كثير من دول العالم، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، زيادة أعداد الأفراد الذين يعانون من الجوع. طيب يا جماعة، نتيجة ده أنا عايز أوصل بالدول إلى الأمن الغذائي. يا ترى يعني إيه أمن غذائي؟ الكلمة دي بتتقال قدامي كتير جدا في كثير من المحافل. الأمن الغذائي معناه توافر الغذاء، معناه توافر الغذاء لكل فرد من أفراد الشعب في أي فترة بكمية ونوعية كافية بما يضمن له حياة صحية سليمة. يبقى العالم النهاردة عايز يحقق الأمن الغذائي زي ما قلناه دلوقتي مع بعض، اللي هو وفرة الغذاء لكل فرد من أفراد الشعب بكمية ونوعية كافية بما يضمن له حياة صحية سليمة. طب يا ترى، سؤال مهم جدا موجود قدامي والإجابة بتاعته كل نقطة بنطلع منها تقريبا سؤال: أسباب الأزمة الغذائية التي يعاني منها العالم. أسباب أزمة الغذاء زي ما هو واضح قدامي دلوقتي: أولا، ارتفاع أسعار النفط العالمية، النفط اللي هو البترول. طيب يا ترى، أنا لو حطيت سؤال دلوقتي: ما النتائج المترتبة على ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للغذاء؟ أو أحط سؤال تاني: وضح العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط العالمية وأزمة الغذاء. والطبيعي قدامك زي ما هو واضح دلوقتي، أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى تحويل مساحات واسعة من إنتاج المحاصيل في شركات كتير جدا في العالم. الشركات دي المفروض إنها مسؤولة عن الإنتاج الزراعي. هذه الشركات نتيجة ارتفاع أسعار النفط حولت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي تقوم بزراعتها إلى التوسع في إنتاج المحاصيل التي ينتج منها الوقود. المحاصيل اللي بينتج منها الوقود زي قصب السكر، وزي الذرة، وزي فول الصويا. يبقى نرجع تاني لشاشتنا: أسباب أزمة الغذاء، أولا ارتفاع أسعار النفط العالمية، وده أدى إلى تحويل كثير من الشركات إلى تحويل مساحات واسعة من إنتاج المحاصيل الحقلية. إن أنا المحاصيل اللي أنا بستخدمها في إنتاج الغذاء حولتها إلى محاصيل تنتج الوقود زي قصب السكر وفول الصويا والذرة. ثم بعد كده انخفاض الإنتاجية الزراعية، انخفاض الإنتاجية الزراعية. وأنا بقصد هنا بالإنتاجية الزراعية اللي هي الكفاءة الإنتاجية لكل فدان من الأراضي الزراعية. مرة تاني، الكفاءة الإنتاجية لكل فدان من الأراضي الزراعية. بمعنى يا جماعة إن الفدان كان بينتج قيمة معينة، القيمة الإنتاجية للفدان الواحد بدأت تقل. يبقى انخفاض الإنتاجية الزراعية للفدان الواحد، طب إيه سببه ده؟ أولا بسبب تخلف الأساليب الزراعية المستخدمة في بعض المناطق، إن لازلنا بنستخدم تكنولوجيا قديمة وبنرهق قوي الأراضي الزراعية. السبب الثالث لأزمة الغذاء: زيادة معدلات النمو السكاني. طب إيه رأيك؟ تعالى نعمل عملية ربط يا جماعة ما بين زيادة معدل النمو السكاني وأزمة الغذاء في العالم. كون ان بيحصل زيادة في معدلات النمو السكاني، يبقى هناك زيادة في الطلب على الانتاج الغذائي. وللأسف ان الانتاج والانتاجية، هناك فرق ما بين الانتاج والانتاجية. الانتاج الزراعي ده بيقصد بيه الانتاج اجماليا لجملة مساحة الاراضي الزراعية. وزي ما قلت لك، انتاجية الفدان اللي هي القدرة الانتاجية للفدان الواحد من الاراضي الزراعية. يبقى عموما مساحة الارض قلت
وانتاجية الفدان قلت، وحصل زيادة في عدد السكان، وده بالتالي بيؤدي إلى زيادة الطلب على الانتاج الزراعي. طيب نيجي بعدها الهجرة من الريف إلى المدن. النقطة الرابعة الهجرة من الريف إلى المدن. ولو وقفت وقلت أنا في الجملة دي في لقاء معاكم السابق، زيادة الهجرة من الريف للمدن، الفلاح ده هو المنتج، هو المسؤول عن توفير الغذاء. الفلاح كون ان هو بيتحول بهجرته من الريف الى المدن، اذا ان هو نفسه تحول من منتج الى مستهلك، بدل ما هو اللي بيوفر الغذاء بقى دلوقتي محتاج اللي يوفر له الغذاء. يبقى اذا الهجرة من الريف الى المدن احد اسباب ازمة الغذاء في العالم. لو بصيت للنقطة رقم 5، نقص الموارد المائية وتدهور الاراضي الزراعية. بكل اسف كلنا عارفين وشايفين ان العالم متجه لازمة مائية رهيبة، نتيجة اولا سوء استخدام، والكلام ده احنا اخدناه قبل كده، في موارد المية، نتيجة سوء استخدام المية، نتيجة التقدم اللي أدى إلى التنوع في استخدام المية، ونتيجة سوء استخدام المية، ونتيجة التلوث في المسطحات المائية، وزيادة عدد السكان، وزيادة الطلب على المية، كل ده بيؤدي إلى نقص في إنتاج المياه. يبقى نقص الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية ده كان أحد أسباب أزمة الغذاء في العالم. النقطة رقم 6 في أسباب أزمة الغذاء، انخفاض الاستثمارات في الزراعة لضعف العائد منها. الناس النهاردة بتهرب من الاستثمار في الانتاج الزراعي لأن العائد من الانتاج الزراعي قليل، يبقى الناس بتتجه لاستثمارات تانية نحو الاستثمار العقاري، نحو الاستثمار الصناعي، ونحو الاستثمار في مجال التعدين، وده بيخلينا نقص الاستثمارات في الانتاج الزراعي احد اسباب ازمة الغذاء. اخر سبب في ازمة الغذاء واسبابه الحروب وعدم الاستقرار السياسي. يبقى نلم السبع نقط اللي هم اسباب ازمة الغذاء. اولا ارتفاع اسعار النفط العالمية، وده ادى الى تحول الشركات الى تخفيض المساحات المزروعة من المحاصيل الحقلية الى انتاج محاصيل الوقود الحيوي زي قصب السكر وفول الصويا والذرة. اثنين انخفاض الانتاجية الزراعية بسبب تخلف الاساليب الزراعية المستخدمة في بعض المناطق. ثلاثة زيادة معدلات النمو السكاني. اربعة الهجرة من الريف الى المدن. خمسة نقص الموارد المائية وتدهور الاراضي الزراعية. ستة انخفاض الاستثمارات في الزراعة لضعف العائد منها. سبعة واخيرا الحروب وعدم الاستقرار السياسي. لو انتقلت بيك لاول حاجة عندي معاك النهاردة الانتاج الزراعي. يا جماعة احنا عندنا مساحة الاراضي الزراعية الموجودة في العالم حوالي 3.6 مليار فدان، بيعتمد منهم 80% من جملة المساحة المذكورة على الزراعة البعلية. ومعنى كلمة الزراعة البعلية هي الزراعة التي تعتمد على الامطار اللي بيطلق عليها الزراعة المطرية. وعند 20% من اجمالي الاراضي الزراعية في العالم بتعتمد على الزراعة المروية اللي هي باساليب الري المختلفة، سواء الري بالغمر او الري بالرش او الري بالتنقيط. يبقى 80% من اجمالي المساحة الزراعية في العالم بتعتمد على سقوط الامطار، ودي اللي بيطلق عليها الزراعة البعلية. وعند 20% دي بتعتمد على الاساليب المختلفة للري. وطننا العربي، خلي بالي عشان انا عندي هنا في مشكلة كبيرة جدا هتتضح قدامي حالا، ان انا عندي الوطن العربي مساحة الاراضي الزراعية القابلة للزراعة داخل وطننا العربي 470 مليون فدان. يا سلام لو نتخيل ان 470 مليون فدان دول كلهم
نقوم بزراعتهم زراعة بكفاءة عالية. والله سيتحول الوطن العربي إلى أكبر مناطق العالم من الفائض في الإنتاج الزراعي، وهنقوم بالتصدير لعدد كبير جدا من العالم. ولكن بكل أسف لو رجعت للرقم بتاعي مرة تانية، 470 مليون فدان بنزرع منهم 27% فقط من إجمالي الأراضي الزراعية، يعني يا خسارة حوالي أكتر من الربع قليلا، 27% من ال 470 مليون فدان هم اللي بنقوم بزراعتهم داخل وطننا العربي. طب لو أنا بصيت لنصيب الفرد من الأراضي الزراعية، بيختلف يا جماعة نصيب الفرد من الأراضي الزراعية من دولة إلى دولة أخرى. هلاقي إن في الدول المتقدمة اللي عندهم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وأعداد سكان كتير، بلاقي إن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية مرتفع، عكس الدول النامية اللي نصيب الفرد من الأراضي الزراعية منخفض. طب يا ترى عوامل تدهور الأراضي الزراعية داخل الوطن العربي، إيه أسباب تدهور الأراضي الزراعية داخل وطننا العربي؟ هبص أول حاجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية. بكل أسف لو هاخد نموذج عندنا في مصر، مصر بعد ثورة 23 يوليو وبعد قوانين الإصلاح الزراعي التي قامت بها الثورة وتحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى الملكيات الخاصة بالفلاحين، كل فلاح خد 5 أفدنة نتيجة قوانين الإصلاح الزراعي. يعني قوانين الإصلاح الزراعي السبب بتاعها كان رائع والتنفيذ بتاعها كان أهدافه نبيلة جدا، ولكن كنت أنا شخصيا أتمنى أن يتاخد تعهد على الفلاح، أنت أخدت 5 فدادين هاخد عليه تعهد، أنت والورثة بتوعك، والله يا جماعة ده مجرد رأي، انت والورثة بتوعك ليك حق في بناء إيراط اقصى حاجة 2 إيراط من ال5 فدان اللي انت حصلت عليهم. لو حطيت قالب طوب واحد زيادة عن ال2 إيراط المسموح لك بيهم، من حق الدولة انها تسترد ال5 أفدنة مرة تانية وتجردك من الملكية اللي انت حصلت عليها. طيب حد هيقول لي طب الزيادة السكانية دي هنروح بيها فين؟ كنا نخرج بيها للظهير الصحراوي، وكده كده انت صلحت اراضي زراعية، يعني بدأت تبحث عن المية، وبالتحديد في الصحراء الغربية اللي عند الصحراء الغربية بتحتوي على خزانات كبيرة جدا من المية الجوفية، يعني كده كنت هتوفر مية للعمران اللي احنا هنوصل بيه للصحراء الغربية، وفي نفس الوقت حافظت على الاراضي الزراعية المنتجة اللي هي كانت من اكبر واجود انواع الاراضي الزراعية في العالم. ولكن بكل اسف حصل زحف عمراني على الاراضي الزراعية. نرجع تاني عوامل تدهور الأراضي الزراعية في وطننا العربي، أول حاجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، 2 تملح بعض الأراضي بسبب طرق الري التقليدية واستخدام الأسمدة الكيماوية. يبقى نتيجة استخدام طرق تقليدية في الري واستخدام الأسمدة الكيماوية حصل إن ارتفعت نسبة الأملاح الموجودة في الأراضي الزراعية، وبالتالي كفاءة الأرض بتقل، ونتيجة لكده تدهورت الأراضي الزراعية. ثم بعد كده يا جماعة بنقول التصحر والجفاف، تاني التصحر والجفاف، والنقطة اللي بعدها عدم اتباع نظام الدورة الزراعية، ودي أنا عايز أقف معاها شوية. إن احنا يا جماعة الدورة الزراعية المفروض إن أنا بعمل للأرض دي زي خطة، بعمل ايه؟ ان انا بزرع الأرض في موسم مثلا محصول مجهد، باجي في الموسم اللي بعده
ببتدي ان انا ازرع محصول مخصب للارض الزراعيه. موسم تاني بسيب المساحه اللي انا زرعتها، بحاول ان انا اسيبها من غير زراعه عشان الارض تسترد عافيتها مره تانيه، وده بيطلق عليه نظام الدوره الزراعيه. ثم النقطه اللي بعدها، لو رجعنا لشاشتنا، زراعه الارض اكتر من مره في السنه، وده بيجهد الاراضي الزراعيه. واخيرا نقص برامج التوعيه الثقافيه وللمزارعين. يبقى عوامل تدهور الاراضي الزراعيه، اول حاجه الزحف العمراني على الاراضي الزراعيه، 2 تملح بعض الاراضي بسبب طرق الري التقليديه واستخدام الاسمده الكيماويه، النقطه اللي بعدها 3 التصحر والجفاف، 4 عدم اتباع نظام الدوره الزراعيه، 5 زراعه الارض اكثر من مره في السنه وده بيجهد الاراضي الزراعيه، واخيرا نقص برامج التوعيه الثقافيه للمزارعين. انتقل معاك الى الانتاج الزراعي داخل وطننا العربي. انا عامل مقارنه ما بين الانتاج الزراعي داخل وطننا العربي. وطننا العربي يا جماعه من المحاصيل المهمه اللي بينتجها عندنا، اول حاجه الحبوب الغذائيه، وفي البقوليات، ثم المحاصيل السكريه، ثم الالياف النسيجيه، ثم الفاكهه. اكبر الانتاج هلاقي الحبوب الغذائيه، يليها مباشره هلاقي الفواكه. طيب يبقى اكتر حاجه احنا بننتجها المحاصيل بتاعه الحبوب الغذائيه، ثم الفاكهه، وبتيجي بعد كده البقوليات وغيرها، المحاصيل السكريه والالياف النسيجيه. انا هبتدي هاخد الانتاج اللي قدامك وهوقع على خريطه للوطن العربي الانتاج اللي احنا بننتجه داخل وطننا العربي. اول حاجه عندي الحبوب الغذائيه. الحبوب الغذائيه دي اهم المحاصيل التي ينتجها الوطن العربي. مره تاني، الحبوب الغذائيه دي اهم المحاصيل اللي بينتجها وطننا العربي. همسك الحبوب الغذائيه، هلاقي ان مصر اولى الدول العربيه انتاجا للحبوب الغذائيه. بتنتج مصر 40% من اجمالي الحبوب الغذائيه على مستوى الوطن العربي، يليها دوله المغرب. يلا نوقع قدامي على الخريطه اللي موجوده قدامنا. يبقى مصر اولى الدول، ادي مصر طبعا كلنا عارفين الموقع، مصر اكبر دوله رقم 1 اهي في الحبوب الغذائيه. تاني الدول هلاقي المغرب الدوله رقم 2 في انتاج الحبوب الغذائيه. يبقى اكبر الدول، خلي بالك عشان ممكن يجيب لي خريطه زي اللي قدامك دي في الامتحان ويطلب مني بصيغه من 2، اما انه يجيب لي خريطه فاضيه صماء زي ما موجوده ويقول لك وضح عليها ما يلي: 1 اولى الدول العربيه في انتاج الحبوب الغذائيه، ده طلب رقم 1. يبقى حضرتك تحط له قدامك مصر اكبر دولة عربية انتاجا للحبوب، تاني دولة هي المملكة المغربية، او يطلب منك الخريطة بصيغة تانية، يجيب لك خريطة كده ويحط رقم 1 على مصر ويقول لك اكتب ما تدل عليه الارقام الموضحة على الخريطة الموجودة امامك. رقم 1 اولى الدول العربية انتاجا للحبوب، ساعتها انت تقول له رقم 1 مصر. طيب لو هنقل للانتاج التاني، همسك البقوليات، هتلاقي ان المغرب بتحتل المركز الاول في انتاج البقوليات. والبقوليات حضرتك عارف اللي هي اي حبة زراعية بتتقسم 2، زي الفول وزي الترمس وزي الفاصوليا وزي البسلة واي حاجة، اي العدس وغيره، اي حباية بيسموها الحبة ذات الفلقتين. طيب اكبر دولة عربية انتاجا للبقوليات بتلاقي المغرب رقم 1 في انتاج البقوليات،
يليها على طول مصر رقم 2 في انتاج البقوليات. طيب هنمسك المحاصيل السكرية. المحاصيل السكرية اللي احنا بنقصد بيها زي القصب، قصب السكر، والبنجر، بنجر السكر. اكبر دولة عربية انتاجا للمحاصيل السكرية بنلاقيها مصر، يبقى مصر رقم 1 في المحاصيل السكرية. طيب تاني الدول العربية في انتاج المحاصيل السكرية اهي دولة السودان، يبقى محاصيل سكرية زي القصب وزي البنجر. الدولة رقم 3 المغرب، دي محاصيل سكرية. خلي بالك يبقى مصر دلوقتي بتحتل المركز الاول في انتاج الحبوب، والمركز الثاني في انتاج البقوليات، والمركز الاول في انتاج المحاصيل السكرية. بتيجي في المكانة التانية بتلاقي المملكة المغربية بتحتل المركز الثاني في انتاج الحبوب، وبتحتل المركز الاول في انتاج البقوليات، والمركز الثالث في المحاصيل السكرية. اما دولة السودان بتحتل المركز الثاني في المحاصيل السكرية. اما الالياف النسيجية بتلاقي سوريا، موقع سوريا اهو هنا، دي الياف نسيجية، الياف خلاص. يبقى سوريا بتحتل المركز الاول في انتاج الالياف النسيجية، يليها مصر، دي بتحتل المركز الثاني كالياف نسيجية. مصر وسوريا، او سوريا ومصر بالترتيب، الاثنين بينتجوا 90% من الانتاج العربي من الالياف النسيجية. اما الفواكه بنلاقي مصر بتحتل المركز الاول في انتاج الفاكهة بنسبة حوالي 31% من الانتاج العربي للفواكه، والدولة رقم 2 المملكة المغربية. يبقى تعال نلم دولة دولة كده مع بعض واحنا ماشيين. لو رجعنا مرة تانية للخريطة بتاعتنا هلاقي ان مصر بتحتل المركز الاول يا جماعة في انتاج الحبوب الغذائية، والمركز الاول في المحاصيل السكرية، والمركز الاول في الفاكهة. مرة تاني، مصر بتحتل المركز الاول في الحبوب والحبوب الغذائية، وفي المحاصيل السكرية، وفي انتاج الفاكهة. ومصر بتحتل المركز الثاني في انتاج البقوليات وفي الالياف النسيجية. هتلاقي المغرب بتحتل المركز الاول في انتاج البقوليات، والمركز الثاني في انتاج الحبوب وفي انتاج الفاكهة، والمركز الثالث في المحاصيل السكرية. اما بالنسبة للسودان تحتل المركز الثاني في المحاصيل السكرية، تمام. اما المركز الاول في الالياف النسيجية بلاقيها سوريا، تمام. ادي كده بخصوص التوزيع على الخريطة وانتاج الغذائي وانتاج المحاصيل داخل الوطن العربي. رغم الانتاج الكبير للوطن العربي في المحاصيل الزراعية هلاقي التناقض الكبير. هلاقي ان وطننا العربي من اكبر مناطق العالم استيرادا للمحاصيل الزراعية. يبقى هناك فجوة كبيرة ما بين الانتاج والاستهلاك. بننتج كتير لكن بنستهلك اكتر بكتير من اللي احنا بننتجه، ولذلك الدول العربية بتستورد كمية كبيرة من المحاصيل الغذائية، وذلك لتحقيق الامن الغذائي. وكنا عرفنا بداية حلقتنا، عرفنا مع بعض الامن الغذائي اللي هو توفير الغذاء لكل فرد في اي وقت باي كمية، تمام، بما يضمن حياة صحية سليمة. طب كنا ان احنا عندنا الفجوة الكبيرة في الانتاج الزراعي، يا ترى وسائل تنمية وادارة الموارد الزراعية احنا بنعمل ايه بحيث بنقدر ننمي الانتاج الزراعي داخل وطننا العربي؟ اول حاجة سن القوانين
اللي بتعمل على حماية التربة من التجريف. خلي بالك معنى كلمة تجريف التربة اللي هي إزالة الطبقة الخارجية من الأراضي الزراعية. المعلومة معلومة قديمة بالنسبة لك، إزالة الطبقة الخارجية من التربة الزراعية اللي بياخدوها وبيتصنع منها الطوب الأحمر. تمام؟ لا، احنا أول حاجة أول وسيلة نقدر نعمل بيها تنمية للإنتاج الزراعي، أنا عايز أحمي الأراضي الزراعية من التجريف، يبقى لابد من إصدار القوانين اللي بتقدر تحمي بيها التربة الزراعية من التجريف. اتنين، عمل برامج توعية للمزارعين، وذلك عن طريق إرشاد المزارع إلى أفضل الطرق الزراعية وأفضل طرق الري، ووضع استراتيجيات مهمة للإنتاج الزراعي. الوسيلة الثالثة، استنباط أي استنتاج أنواع جديدة من النباتات تتحمل الملوحة والجفاف. لازم أحاول أوجد نباتات تتحمل نسبة ملوحة التربة وتتحمل النقص في المية. النقطة اللي بعدها، استخدام المخصبات العضوية اللي هي المخصبات الطبيعية من فضلات الحيوانات، ودي طبعا الانتاجية بتاعتها أفضل بكتير. النقطة اللي بعدها، استصلاح الأراضي الزراعية. لازم التوسع في الأراضي الزراعية عشان نسد الفجوة ما بين الإنتاج وما بين الاستهلاك. ثم تطبيق الأبحاث العلمية على الأراضي الزراعية. طبعا هنا كذلك لابد من استخدام الهندسة الوراثية، تمام، اللي من خلالها بنستنبط نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية وبنزود بيها الإنتاج. الوسيلة الثامنة والأخيرة، استخدام تقنيات الاستشعار من بعد لحصر المساحات المحصولية وتقدير إنتاجيتها. لو ربطت درس سابق الدرس الثاني بالتحديد في الوحدة الأولى اللي هي استخدام وسائل الاستشعار من بعد في تنمية الإنتاج الزراعي، وسائل الاستشعار من بعد اللي هي صور الأقمار الصناعية والمرئيات الفضائية والصور الجوية، دي من خلالها بقدر بعمل عملية حصر لمساحات الأراضي الزراعية، بقدر أحصر حالات التعدي على الأراضي الزراعية، بقدر أتنبأ بالمحصول قبل حصاده، بقدر أحصر الآفات التي تصيب الأراضي الزراعية، بقدر أحصل حالات التعدي على المصادر الخاصة بالمياه اللي بتستخدم في الري، وبحاول ألاقي علاج لكل هذه المشاكل. يبقى بعمل وظفت التقنيات الحديثة لاستخدام زيادة الإنتاج الزراعي. يبقى وسائل تنمية الإنتاج الزراعي مرة تانية وأخيرة، أول حاجة سن القوانين اللي بتعمل على حماية التربة من التجريف. اتنين، عمل برامج توعية للمزارعين، استخدام التكنولوجيا الحيوية للحصول على بذور فائقة الانتاجية اللي هي عن طريق الهندسة الوراثية، ثم استنباط انواع جديدة من النباتات تتحمل الملوحة والجفاف، استخدام مخصبات عضوية، استصلاح الاراضي الزراعية، تطبيق الابحاث العلمية على الاراضي الزراعية، واخيرا استخدام التقنيات الحديثة في من وسائل الاستشعار من بعد لحصر المساحات المحصولية وتقدير انتاجيتها. يا جماعة، كل المشاكل اللي احنا واجهناها خلتنا نفكر في حاجة اسمها الزراعة العضوية. الزراعة العضوية اللي هي الزراعة دون استخدام مبيدات ودون استخدام كيماويات، يعني بنزرع زراعة طبيعية 100%. الزراعة العضوية اللي طبعا كلنا عارفينها بالزراعة الأورجانيك أو المحاصيل الأورجانيك، الزراعة العضوية إيه أهميتها يا ترى؟ سؤال في غاية الأهمية، سؤال من أسئلة الامتحانات. أهمية الزراعة العضوية إنها بتساعد على خفض معدل انبعاث الكربون والغازات الدفيئة بنسبة 64% عن الزراعة التقليدية لكل هكتار من الأراضي الزراعية. يبقى إذن بتحافظ على البيئة من التلوث.
طيب هناك مثال ناجح جدا للتوسع في الأراضي الزراعية وهو دولة أوغندا، وزي ما احنا عارفين من خلال دراستنا لحوض النيل أن أوغندا أحد دول حوض النيل من الدول المطلة على بحيرة فيكتوريا من جهة الشمال. وطبعا على ذكر أوغندا، مصر قامت بعمل مشروع في أوغندا اللي هو سد أوين، اللي هو بيعتبر من محاصيل أسف من مشروعات التخزين القرني، وده اتكلف في الخمسينات حوالي 8.5 مليون جنيه مصري، 8.5 مليون جنيه مصري. الجنيه المصري في هذا التوقيت يا جماعة كان بما يعادل من 4 ل 5 دولار، تمام؟ مصر دفعت منهم 4 مليون جنيه. ده على ذكر دولة أوغندا. أوغندا توسعت في الزراعة العضوية، ومن خلالها قدرت تحمي بيئتها من التلوث، وقدرت تزرع 537 مليون فدان في سنة 2011. وبهذه المساحة أوغندا أصبحت تحتل المركز 13 عالميا في الزراعة العضوية، والمركز الأول أفريقيا في الزراعة العضوية، وده حافظ على البيئة من التلوث. وقدرت انها تتوسع في زراعة الفانيلا والزنجبيل، وده قدرت يا جماعة زي ما قلنا انها تحافظ على البيئة من التلوث. ده بالنسبة للانتاج الزراعي، وربطناه بوطننا العربي، شفنا مشاكله ايه، شفنا الاستراتيجيات اللي احنا ممكن نعملها علشان نقدر نزود الانتاج الزراعي عشان نسد الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك داخل وطننا العربي. لو انتقلنا للشق الثاني بعد الانتاج الزراعي عند الرعي والثروة الحيوانية، احنا يا جماعة عندنا نعلم جيدا ان الثروة الحيوانية في وطننا العربي مهمة قد ايه. طيب طبعا عارفين كلنا الثروة الحيوانية مهمة، حيث انها بتوفر الانتاج البروتيني للانسان، تمام، وبتشغل لنا الايدي العاملة، وبتزود في الدخل القومي، وكذلك بترفع من مستوى المعيشة. الرعي والثروة الحيوانية، احنا عندنا الثروة الحيوانية بتاعتنا، بلاقي ان انا عندي فيه مساحات واسعة من الحشائش، وانا عندي 4 انواع من انواع الحشائش. في عندي حشائش السافانا، ودي بتنمو على جانبي الغابات الاستوائية، ثم بيجي بعدها حشائش الاستبس، ودي بتعتبر افضل انواع الحشائش لغذاء الحيوانات، وهي افضل من حشائش السافانا، لان حشائش السافانا معروف ان الاوراق بتاعتها شبه صلبة وفيها اشواك، اما حشائش الاستبس فهي حشائش لينة وسهلة الهضم بالنسبة للحيوانات، ولذلك هي افضل من حشائش السافانا. ثم بتيجي عند النباتات الصحراوية، وفي عندي حشائش التندرا التي تنمو في المناطق الباردة، ودي المراعي اللي موجودة في العالم. تعال نبص على الخريطة اللي واضحة قدامك دلوقتي، دي مناطق الرعي في العالم. في عندي فيها رعي بدائي وفي رعي تجاري. الرعي البدائي لو انت بصيت للمناطق الصفراء اللي موجودة قدامك، دي رعي بدائي بيعتمد على الطرق التقليدية الموجودة في العالم في الرعي. اما الرعي التجاري هلاقي ان ده منتشر في بعض المناطق زي ما انت شايف، في امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وفي قارة افريقيا وفي استراليا وداخل قارة اوروبا. احنا عندنا يا جماعة المراعي نوعين، في مراعي طبيعية وفي مراعي صناعية. عايز نقول معلومة بسرعة مع بعض، ان انا عندي اجمالي مساحة المراعي الطبيعية في العالم 100%. هلاقي ان في 61% من المراعي بتتواجد في نصف الكرة الجنوبي، نصف الكرة الجنوبي،
وهلاقي ان 39% فقط تتواجد في النصف الشمالي من الكرة الارضية. انواع المراعي زي ما احنا نشوف دلوقتي قدامنا، في مراعي طبيعية، ودي يا جماعة اللي هي الحشائش اللي بتفي باحتياجات الانسان واللي بتنمو دون تدخل من الانسان. اما المراعي الصناعية، ودي اللي الانسان بيقوم بزراعتها، تمام، وذلك لفقر المراعي الطبيعية. الانسان بيقوم بزراعتها لكي يربى عليها الحيوانات، ودي الزراعة المختلطة اللي هي بتشمل الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني زي انتاج البرسيم وانتاج الذرة. لو انا بصيت للمراعي داخل الوطن العربي، انتاج المراعي في الوطن العربي، مساحة المراعي الموجودة في الوطن العربي 32% من مساحة الوطن العربي، ودي متوزعة يا جماعة على المناطق الجافة وشبه الجافة داخل وطننا العربي. واحنا عندنا زي ما بنقول للأسف ان مساحة المراعي داخل وطننا العربي مساحة قليلة، وذلك بسبب انتشار الصحاري داخل وطننا العربي. احنا عندنا طبعا مساحة الصحاري بتشغل مساحات واسعة جدا من وطننا العربي، ودي بتخلينا من مناطق الفقر في الثروة الحيوانية. تعالوا بينا مع بعضنا نبص على شاشتنا في الانتاج الحيواني داخل وطننا العربي. لو انا بصيت هوزع دلوقتي الانتاج عندنا في وطننا العربي، وهناخد من الشاشة ونوزع على الخريطة اللي هتتضح قدامنا دلوقتي. اكبر الدول العربية انتاجا للابقار، بلاقي قدامي دولة السودان، ثم مصر، ثم المغرب، ثم الصومال، ثم موريتانيا، ثم السعودية. اللي انا عايزك تعرفه في الكلام اللي قدامك وتوزعه قدامك على خريطة للوطن العربي زي ما هيتضح قدامك دلوقتي حالا، هتلاقي ان انتاجنا من الابقار في الوطن العربي، السودان تحتل المركز الاول في انتاج الابقار. يبقى السودان تحتل المركز الاول، يليها على طول مصر بتحتل المركز الثاني في انتاج الابقار، وده مهم لينا جدا. ثم اللي بيحتل المركز الثالث المملكة المغربية بتحتل المركز الثالث في انتاج الابقار. يبقى السودان تحتل المركز الاول، يليها مصر، ثم المملكة المغربية. لو جينا الانتاج الجاموس، هلاقي ان مصر بتحتل المركز الاول في انتاج الجاموس داخل وطننا العربي، يليها العراق تحتل المركز الثاني. لو احنا لاحظنا الدولتين دول فيهم نهر النيل في مصر، ثم العراق فيها نهري دجلة والفرات. ليه يا جماعة الجاموس ده لا يربى في كل اجزاء الوطن العربي ويقتصر تربيته على كل من مصر والمغرب؟ وذلك بسبب وفرة المجاري المائية، لانه لا يتحمل الجفاف والبرودة. يبقى بيقتصر تربية الجاموس في كل من مصر والعراق، وذلك بسبب وفرة المجاري المائية، لانه لا يتحمل الجفاف ولا يتحمل البرودة. اما الاغنام والماعز، هلاقي ان انتاج الاغنام والماعز ده منتشر في كل انحاء الوطن العربي، وذلك بسبب وفرة المناطق الجبلية والسهلية والصحراوية، لان الاغنام والماعز قادرة على تسلق المرتفعات، وعندها قدرة على التكيف مع الظروف البيئية الصحراوية، ومطالبها الغذائية قليلة. ثم اخيرا عندنا انتاج الابل، الابل اللي هي الجمال. عندي الصومال تحتل المركز الاول، مش عربيا فقط ولكن على المستوى العالمي، هتلاقي ان الصومال تحتل المركز الاول، يليها دولة السودان. لو بصيت على الخريطة، ادي قدامي دولة الصومال تحتل المركز الاول
في انتاج الابل، يليها دولة السودان تحتل المركز الثاني في انتاج الابل. يبقى لو احنا نلخص مع بعض نقول الابقار اكبر الدول العربية انتاجا للابقار بلاقي السودان ثم مصر ثم المغرب، دول اكبر ثلاث دول في انتاج الابقار. نيجي لانتاج الجاموس، هتلاقي ان مصر رقم واحد ثم العراق في انتاج الجاموس، هم اكبر دولتين في تربية الجاموس، وذلك بسبب وفرة المية لان الجاموس لا يتحمل لا الجفاف ولا شدة البرودة. اما الاغنام والماعز فدي بتنتشر في كل اجزاء الوطن العربي لان الاغنام والماعز قادرة على التكيف مع كل ظروف البيئة ومطالبها الغذائية قليلة. اما الابل هتلاقي ان الابل دي بتنتج في الصومال ثم السودان. من خلال الدراسة بتاعتنا هلاقي ان اعداد رؤوس الابقار في وطننا العربي بتقل ومعدل انتاج الجاموس بيزيد، وعندي كذلك بيحدث زيادة في الابل بنسبة 6% بسبب اتساع الصحاري. يبقى الابقار بتقل انتاجا في الوطن العربي واللي بيزيد عندي الجاموس والابل. اهمية الانتاج الحيواني في الوطن العربي، اول حاجة ان هو بتوفر الانتاج البروتيني للوطن العربي. اتنين، بتوفر اللحوم الحمراء. هتلاقي ان السودان اكبر دولة في الوطن العربي انتاجا للحوم، يليها الصومال، وبصفة عامة الوطن العربي انتاجه من الثروة الحيوانية لا يكفي للاستهلاك الموجود داخل وطننا العربي. بالطريقة دي باللي احنا وصلنا له النهاردة بنكون استعرضنا مع بعض الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني، وعرفنا ان احنا من مناطق العجز في انتاج الزراعة وفي الثروة الحيوانية، ولا بد من ابتكار الطرق المختلفة للاكتفاء الذاتي والتحول لمناطق تصدير كما تتبنى الدولة فكرة التنمية حاليا. واسأل الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت معاكم في توصيل هذه المعلومات، على امل اللقاء بكم في لقاء قادم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.